حسين. ايوه سليم بيه، زناتي جه داخل يعني عليا خلاص؟ اه طلع عليك، طلع عليك. ماشي خلاص، الفيديو بيحمل اهو على طول. سلام. مش فاكران قلت النار والجرح، كل ما اجي افرح دايما بتعزيني، اللي ما بيني وبينك ده. يا صفاء انا وصلت، انت فين؟ طب انجزي الاحسن، والمصحف هيفوتك كتير. طب يلا انا هدخل استحمى انا عشان ريحتي تقرف من نومة المخزن. طب يلا انجزي، مستنيك عشان تلاقي في لي ظهر. يا بنت جبت الاباحه دي منين؟ إيه؟ طب يلا مستنيك. سلام يا روحي. سلام. حمل فيا جيت يا صفاء؟ جيت يا اخوي. اتليفت ولا جاي ليفك يا حبيبي؟ تعالى 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 تعالى. يا اسحاق، هو لعب عيالي يا اخي. حاج عزام، ما انا قلت لكم كده وانتوا افتكرتوني بعرك. الراجل بصراحه زهق وحاسس ان هو بيربي فلوسه على الارض. هو احنا قصرنا في حاجه يا اخي؟ قلت لكم سيبونا شويه لحد ما نتصرف مع الراجل صاحب البيت. وسيبناكم بدل الشويه شويه. ايه اللي حصل؟ ها؟ مفيش حاجه حصل بصراحه كده. انتوا مش هتعملوا حاجه ولا هتقدروا على الراجل ده. سيبونا بقى نلقط عيشنا في حته تانيه. تلقط عيشك مين يا جدع انت؟ في ايه؟ عليا الطلاق، ما حد يقدر يحط رجله في الارض دي طول ما انا موجود. انت جرالك حاجه؟ باش خطيه، انت ساكت ليه؟ اسحاق عنده حق يا حاج، الموضوع فعلا مسخ قوي ولازم له نهايه بقى. الله ينور عليك يا مولانا، الله ينور عليك. وظن كده بقى عدتنا العيب. لا يا اسحاق، العيب هو اللي انتوا عايزين تعملوه. احنا مش عشرة يوم، قول الخواجة بتاعك موضوعها هيخلص. خلصنا يا شيخ عطية بقى، خلصنا يا اخي. النهاردة يا حاج الموضوع هيخلص، النهاردة بالذوق بالعافية هيخلص. بس انتوا قولوا يا رب. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش قلت لك الحمد لله رجعت مجبور الخاطر؟ الحمد لله يا عم صالح، بركة دعواتك بقى. طب يلا يلا اركبوا. يا هيما طمني، عملت مع بنتك؟ يلا استنى. وانت ضامن الجدع اللي اسمه ابراهيم ده كويس؟ ما يقدرش يلعب معايا الدنيئه طول ما اخته معايا. النبي يا عيني، البت دي صعبانه عليا. هي يعني كان ذنبها ايه؟ وانا هاكلها؟ بعدين هو مين فينا كان ليه ذنب في اللي بيحصل ده يا صفاء؟
أنا مش قصدي. قولي البت دي صحيح حلوة؟ يا نهار اسود ومنيل، حلوة إيه ووحشة إيه وأنا في إيه ولا في إيه؟ وبعدين ليه غيرك يا بت؟ قول لنفسك يا أخويا. عارف يا زنتي، لو الشيطان كده يوزك وتحاول تهرب ناحيتها، والله العظيم تاكلك بسناني أنت وهي. طب والنبي على نفسي تاكليني بسناني. يا سلام. سيبك من البت دلوقتي، خلينا في أخوها. صح، أنت ناوي تعمل إيه في اللي طلبه منك؟ والله ما قدوميش غير سكة واحدة بس يا صافي، وادينا ماشي فيها لما نشوفها تودينا لفين. هو انت عارف انها مش في البيت يا ابراهيم؟ ايوه سميحة انا عارف، ما تخافيش. عارف منين؟ وما خافش ازاي واحنا ما نعرفش عنها حاجة؟ يو بعدين معاك بقى يا سميحة، قلت لك مالكيش دعوة، انا هتصرف يا سميحة ونور هترجع البيت ان شاء الله. هترجع منين؟ هو انت عارف هي فين من اساسه؟ يو بقول لك يا سميحة، ما تندمنيش ان انا كلمتك عشان اطمنك. طب انت فين؟ مالكيش دعوة سميحة، هانت سميحة ان شاء الله، كلها يومين ثلاثة والهم ده يزيل عننا كلنا باسم الله. يا رب يا ابراهيم. مع السلامة يا حبيبتي، خلي بالك من بناتها سميحة. حاضر يا حبيبي. ايه يا باشا؟ وانا زعلتكوا في حاجة؟ الله، هو من زمايلك البشوات برضو بيوصل لهم المعلوم كل شهر وكل واحد بياخد حقه تالت ومتلت، ليه بقى الحوارات دي كلها؟ ولا انتوا زي القطط تاكلوا وتنكروا؟ قطط؟ بص يا معلم حسني، الأمور اللي انت بتوكلهم انا ماليش فيهم، ده شغلكم يا ابو انتضرة بيه. انا دي منطقتي ولا دي دايرتي ولا انا بشتغل بالنظام ده من اساسه. سبحان الله، انت بتغني وترد على روحك يا باشا، لما انت مالكش فيه جايبنا هنا ليه وتفتح لي قصص وحواديت؟ عشان ارسيك في اللي عايزك، عشان انا اعرف عنك كل حاجه، ولو عايز اقلب عليك الدنيا هقلبها في ثانيه. الله، هي تلاكيك يا باشا وشكل للبيع ولا ايه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ هيبقى في لو ما سمعتش كلامي وطوعتني في اللي عايزك عشان. عايزني؟ خير يا باشا؟ ابراهيم السني قطيعك، ماله الزفت ده؟ عاوزينه يطلع براءة. عاوزينه؟ مين اللي عاوزينه؟ بيطلع براءة ازاي؟ انت اسئلتك كتير ليه يا معلم حسني؟ انا اللي عايزه يطلع براءة، يا اما بقى هزعل منك واقلب على الوش التاني، عشان كده رسيتك الوش التاني عامل ازاي؟ يا باشا انا مالي؟ اولا كنت قاضي. سيبك بقى يا معلم من جو جعلوني مجرما ده عشان ما ياكلش معايا. صبيك اللي اسمه زلطه يشير الليله ويا دار ما دخلك شر. وزلطه يودي نفسه في داهيه ليله مؤاخذه. ده حوارك انت بقى يا معلم، انا ماليش فيه. ولو غالي عليك حد غيره يشيلها. انا اللي يخصني في الموضوع ابراهيم السني يطلع من الليله دي براءه. انا لا غالي عليا ولا طايق اشوف وشه، ده واد رزل وملوش اي لازمه. حلو قوي. ولو مش هتعرف تخليه يشيلها بمزاجه يشيلها غصب عنه. غصب عنه ازاي يا باشا؟ بقول لك يا معلم، هي صعب عليك يعني؟ زي ما شيلتها ابراهيم تشيلها له؟ عيلين من صبيانك يروحوا يشهدوا عليه في النيابه ان هو اللي عملها، وتبقى خلصت على كده. اظن سهله دي. هي مش سهله بس ليها حل. يبقى تسمع مني بقى عشان اقول لك هيقولوا ايه بالظبط. ايوه يا باشا، بس لا مؤاخذه يعني انت مهتم قوي بموضوع ابراهيم السني ده، انت تعرفه منين لا مؤاخذه عشان تعمل له ده كله؟ مالكش فيه يا معلم، ابراهيم يخصني وبراته تخصني، غير كده مفيش. طب انا بقى اللي يخصني ايه؟ ده انا هبيع عيل ولد صبياني، هعمل ده كله ليه؟ لوجه الله؟ عشان تتقي شري. شر البليه ما يضحك يا باشا، على راي المثل الاذيه ليها الف ناب. ماشي، بص يا باشا، وشرك ده لا مؤاخذه انا عندي ليه الف حل عشان ابتديه، بس بصراحه بقى انت عجبتني ودخلت قلبي، هنفذ لك كل اللي انت عايزه، بس انا ليا مصلحه عند ابراهيم وانت اللي هتخلصها. مصلحه؟ مصلحه ليا وليه؟ انجز يا حسني وقت اللي في جوفك. نسب، انا طالب القرب من ابراهيم في اخته نوره، هسلمكوا زلطه ونشرب شربات براءه ابو خليل مع شربات جوازي من نوره اخته في ليله واحده، وانت اللي هتشهد على العقد. ماشي يا باشا؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. إيه يا سليم الافتراء ده؟ اللي عمل فيها كده ربنا ينتقم منه. وأنا هلاعبهم بالفيديو ده، أخليهم ياكلوا بعضهم. أنا عايز أفهم، ما جبتش الموبايل التاني ليه؟ ما ينفعش يا هدى، الموبايل التاني لازم يفضل هناك، لازم زنتي والناس اللي معايا يفضلوا مطمنين. ده الظاهر عطية، خشوا انتوا جوه دلوقتي، يلا.
قوموا معايا. مين؟ أنا الشيخ عطية. خير يا عطية؟ استنوني انتوا في العربية. خير يا حضرة الناظر؟ وأنا أمثالي برضو بيجي من وراهم غير كل خير. عمرك ما كنت بخيل يعني؟ مش هتقول لي اتفضل ولا ايه؟ يا راجل ده انت مضايف الاغراب اللي ما تعرفش عنهم حاجه في بيتك. ما بالك بقى بكبير البلد وابن كبيرها. يا لهوى نوره. اما طلعت نمره يا بت نوره ما كنتش اعرف انك مدوراها كده. اصل شكلك غلبان يا بت. بس الظاهر كده مفيش حد غلبان غيري. ده الراجل تعبان من ناحيتك على الاخر. الهي ربنا ياخده البعيد. هو عايز ده مننا مش كفايه اللي عمله فينا؟ الشهاده لله وعريس زي الاطرار. بس هنقول ايه بقى؟ ادي الله وادي حكمته. وانا عملت اللي عليا، الباقي عليك انت واخوكي بقى. وبيني وبينك انت لو عايز تاخدي رايي توافقه. ولما تعيشي مرات حسن الضبع احسن ما تموتي عازبه، ولا ايه؟ اسمع يا عطيه، الوقت متاخر وانا راجل كبير. فاقول الكلمتين اللي عندك من غير لف ودوران. ولو ان طول عمري ماليش في اللف والدوران يا حاج صالح، بس ماشي بقى. نبينا عليه افضل الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه لئلا تكون فتنه. صح صح. انا جاي طالب ايد بنتك يا حاج صالح. هدى، هو انت عندك غيرها تصلح للزواج ولا ايه؟ أعرفه إن أنت عندك اتنين ولا زادوا؟ لا هما اتنين يا حاج صالح، وهدى إن شاء الله هتبقى التالتة. آه، وعملت حسابك على الرابعة ولا لسه؟ دي أرزاق بقى حضرة الناظر. سبحان الله. بس إيه اللي طلعها في دماغك تيجي تطلب بيد بنتي أنا وفي الوقت ده بالذات؟ والله هو الموضوع في بالي بقى له فترة كبيرة. أنا عارف إن هدى هينقصها بعض الأشياء، بس إن شاء الله هتكملها في بيتي لما تقعد مع أخواتها تتعلم منهم وتعرف نظامنا إيه. هدى ينقصها بعض الأشياء وإنت بقى اللي هتكملها لها؟ ينقصها مثلاً إنها ترتدي النقاب بعد قراية الفاتحة على طول، والباقي تكمله لما تعيش في وسط البيت وفي وسط أخواتها. آه. طب أنا ما عنديش بنات للجواز. اعقل الكلام اللي بتقوله يا صالح. يا صالح، وجاي تقول لي ترضون دينه وخلقه؟ يا قليل الرباية. أنت مش عارف أنا مين وممكن أعمل فيك إيه يا صالح؟ أنهي دين ده اللي بتتكلم عنه يا أفاق؟ أنت جاي تقول لي أنا ربكم الأعلى زي فرعون؟ امشي اطلع بره وإلا هضربك بالجزمة زي زمان عشان تتربى. تضرب مين يا مرتد يا ملحد يا حجر جهنم انت؟ مش كفايه ان حايش عنك الناس وعامل اعتبار لسنك؟ اسمع، بنتك هتبقى زوجتي وتنول شرف انها تشيل اسمي، وانت هتسيب البيت ده وتيجي تعيش معايا في الدوار. يا اما ترحل انت وبنتك وتشوف لك حته تانيه، وبرضه هتسيب البيت. وقسما عظما وانت تعلم ان ابو مصعب اذا اقسم ابر، لخليك عبره لمن يعتبر. انت جاي تهددني في بيتي يا حرامي يا ابن الحرامي؟ انت عارف ان انا لو قتلتك دلوقتي يا صالح ما يبقى لكش دية؟ شيل ايدك من على سلاحك بدل ما اهلك يزعلوا عليك. طب احمد ربنا يا اخي ان انا جاي الم لحمك بدل ما انت سايبه الكل من هب ودب كده. اوضه خطيبتي وريت فتحتها امبارح. ما تحسبهاش كتير. ايسر الشر واتكل على الله. بدل ما انا اللي قسم العظم هضربك بالنار. الشر انتوا اللي جبتوه لنفسكم. اسمع يا صالح، قدامك فرصه ثلاث ايام تلم فيهم حاجتك وترحل من هنا. يا اما انت المسؤول عن اللي هيحصل لك. ثلاث ايام بالعدد يا صالح. وقد اعذر من انذر، وليعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. Thank you.
جمعوا لي الاخوه كلهم اللي لادي وعن بكرتي ابيهم، قولوا لهم ابو مصعب عايزكم في امر جلال. معلش يا عم صالح لخبطت لك الدنيا، بس ما كانش ينفع اتفرج عليه وهو بيغلط فيك. يا ابني حصل خير وكتر خيرك، احنا دينيتنا طبيعي متلخبطه من الاول، وان الاوان انها تتعدل. يلا اتفضلوا ناموا والصباح رباح. والله مش عارفين ننام ازاي في الهم ده يا شيخ صالح، انا خايف للشيخ مصعب ده جاي يرمي علينا حزام ناسف في اي لحظه. يا ابراهيم ما تقولش يا رب عندي هم كبير، قول يا هم عندي رب كبير. يلا ناموا تصبحوا على خير. يلا يا هدى. معلش يا هدى، مش عارف انا قلت كده ليه، بس يعني ما كانش في حل غير ده. تصبحوا على خير. والله يا ابراهيم انا حسيت اللي نحستني، مال انا بحنان وابو مصعب، انا ناقص. صحيح، ممكن انا اللي اكون نحست فعلا. انا هبلغ بقى ولا اسلم نفسي انا كمان. يقول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. طب في الاخره هيتسووا في نار جهنم والعياذ بالله، انما في الدنيا ده أمر للمؤمنين أن يلحقوا بهم العذاب الأليم. إحنا سكتنا كتير قوي يا أخوانا على الراجل اللي اسمه صالح ده، وتحملنا منه ما لا يحتمل عشان نقي نفسنا وأهلنا شر أفكاره المسمومة وكلامه الشيطاني، وعملنا حساب للجيرة وللعشرة كما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يصل به الأمر إنه يعيش اتنين رجال أغراب في بيته مع بنته، ده اللي لا يرضاه لا شرع ولا دين ولا أخلاق حتى. وإحنا ما نبقاش رجالة ولا قائمين على إقامة شرع الله وحدوده في الأرض لو سكتنا على الفحش والرذيلة. أنا النهاردة اديته مهلة أخيرة وطلبت منه يرحل عننا بسلام. إذا رحل واستجاب ورضخ كان بها، وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها، أما إذا ركب هواه وربنا سلط عليه شيطانه فملوش عندنا غير العذاب الأليم. وكما قال المولى عز وجل في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا إن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. ايه رايك بقى في المكان؟ حلو مش كده؟ مش بطال يعني. مين بقى قايل لك عليه؟ وانت مش عارفه المكان هيبقى جوزك ولا ايه؟ سيبك من المكان. ودي اللي قلت ايه؟ في ايه يا شادي؟ في السفريه يا انت. صدقيني احنا الاثنين محتاجين ده. رحت ايضا سنغافوره وماليزيا نعمل شهر عسل جديد. قلت ايه؟ معرفش بصراحه، هشوف واقول لك. ايه مالك؟ شفت عفريت؟ بصراحه وانيل كمان.
بسم الله ما شاء الله. انا مش بحسد ها، يعني عصفورتين كناري قاعدين في المكان. الله يخرب بيتك، اسمها كناري انت ضايع. مش عارف بقى، ازيك يا انجي عامله ايه؟ اهلا. وانت يا ابني مش قلت لي انك هتنام؟ ايه اللي نزلك؟ والله يا معلم كنت هنام فعلا، بس انا ما عرفتكوش، دينا صاحبتي شادي اكتر من اخويا، انجي مراته. طيب انتوا شكلكم كنتوا قاعدين قعده رومانسيه وانا جيت فصلتكم، فهسيبكم بقى لمشاعركم وانا جنبك هنا. يا عم تعالى اقعد معانا. لا لا شويه كده واجي لك. مبسوط يا انجي قوي اني شفتك، عن اذنكم. يعني يوم هتخرجني في مكان، هتخرجني في مكان تامر اللي قايل لك عليه؟ وكمان جايبه يتفرج علينا؟ احنا مش فرجه يا انجي. وبعدين الراجل احنا قابلناه صدفه. مين بقى البنت اللي معايا دي؟ شكلها شمال قوي. مالناش دعوه، خلينا في موضوعنا. قلت ايه؟ انا عايز امشي يا شادي. ابو خليل انا خلصت لك مع حسن الضبع خلاص، بس هو لي شرط، يتجوز نوره. وانا موافق، خلصوا لي القضيه الاول وبلغوني، هسلمك سليم تسلمني نوره ونكتب كتابة على حسن الطابع.